هنروح لاخر خبر قبل ما نطلع لفاصل ونستقبل طبعا ضيفتنا. الجمباز الايقاعي زي ما حضراتكم عارفين الجمباز عامل طفره كبيره جدا. دكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد كان ضيفنا وشفنا الطفره الكبيره المعموله الجمباز الايقاعي عسكر في اذربيجان قبل السفر لطوكيو. منتخب الجمباز الايقاعي سافر من شويه لدوله اذربيجان عشان يعمل يدخل في معسكر تدريب لمده اسبوعين قبل ما يسافر لطوكيو يوم 29 يوليو اللي احنا فيه. المعسكر ده معمول بالاتفاق من الاتحاد المصري والاذربيجاني في اطار التعاون المعمول لتجهيز المنتخب للاولمبياد طوكيو. بس المنتخب بتضم المدربه جالة والمدربات المصريات ميار رجب وساره اسماعيل واللاعبات هم ملك شريف وبولينا عمرو ولجين اسلام وسلمى خالد وتيا ضياء ولاعيبه منتخب الفردي حليم مرزوق. خليني اقول لكم حاجه برضه على الاولمبيات لازم تبقوا عارفينها، مش كل المنافسات تتعمل في وقت واحد. بسرعه اقول لكم كل يومين ثلاثه منافسات ويروحوا. ورفعوا مصر كمان خبر كويس، رفعوا مصر من قائمه الدول اللي هي عندها الوضع الوبائي مش مظبوط، ورفعوا عنا خالص اي حجر صحي ممكن يحصل للاعبين او اللاعبات وهم مسافرين، وده حاجه كويسه تساعد البعثه باذن الله.